حكاية متتبعة اللي شاركتنا قصة واللي ما يمكنش ما تحش بها صراحة. وأنا كنت معها دموعي غلبوني وأسئلة كثار دارت في راسي واللي فغيمون برصتني، أش منك ابتلاءات وضعف وحقرة إلى ما غير ذلك. قصة فعلا غادي تنسيك في الهموم ديالك وغادي تقول الحمد لله على حالي كيف ما كان. اليوم غادي نشارك معكم قصة غريبة وعجيبة من قلة الإنسانية اللي كاينة في بعض البشر، خصوصا لما كتكون قلة الإنسانية من شي شخص كتشاركي معاه نفس الدم. صاحبة القصة كتقول لي بلي إن شاء الله إن شاء الله أن قصتي تكون عبرة لكل إنسانة، حيتاش ما غاديش نبغيها تطيح في نفس المشكل ديالي واللي لدابا كنخلصو غالي. سلام سلام and welcome back to our channel. سلام عليك لأي واحد كيتفرج فيها، مرحبا بك انت او انتي في برنامج هذه حكاية، برنامج ماشي للمتعة ولا للفرجة ولكن للعبرة فقط. المهم قبل ما نبدأ في القصة عندي ملاحظة جد صغيرة، فتحفظا على تفاصيل صاحبة القصة فما غاديش نذكر لا المدن ولا حتى الأسماء الحقيقية، وأصلا ما كيهموناش هاد التفاصيل. المهم في آخر الفيديو اللي درت الحلقة الثانية اقترحت وسيمة باش أننا نسميو الشخصية المقبلة اللي غتكون تاع هاد الحلقة سميتها نورا، وحتى نتوما بيان سور إذا كنتو بغيتو تقترحوا شي اسم للشخصية ديالنا اللي جاية فكتبوا لي لتحت في لي كومونتير. لنبدأ. هادشي اللي غادي نعاود لكم غادي يوقع ابتداء في أواخر 2014. نورا كتقول أنا كنتمي لعائلة متحفظة بزاف، خصوصا الأب ديالي فهو إمام مسجد، ولكن من بعد غادي تعاطى للسحر والكنوز والرقية إلى ما غير ذلك. كيفاش علاش هاد الأمور ما عرفناهمش. المهم أي حاجة كانت يجربها فكانت بعيدة على الدار. الأم ديالي شلحة فغيمو مقفلة بشلحة وما كتعرفش العربية، هي إنسانة ظريفة بزاف وما كتعرفش العيب، دايرة كيف الأمانة. حنا خمسة ديال الخواتات، ثلاثة كبار وأنا وأختي توأم، عندنا زوج ديال خويا، واحد من با وواحد من أمي وبا. أنا كنت نقرا في التكوين وكنت دايرة الحجاب والصلاة فوقتها، المهم كنعرف غير القراية الدار القراية. في 2014 نيت واحد النهار غادي تصل بيا واحد النمرة ما كنعرفهاش. الو الو سلام لاباس شكون معايا؟ انا فلان. مرحبا. المهم بدات يقول لي بلي انا شخص معجب بك، المهم تبارك الله انتم راكم الباب وعارفين كيفاش تيكون الكلام. السيد لقيتو عارف عليا كل شيء، حتى شنو كناكل، كاع التفاصيل ديال حياتي، لدرجه اذا خرجت من باب الدار كيصيفط لي ميساج ويقول لي راك خرجتي وشنو لبستي. بقيت كنسول شكون هذا الانسان اللي مراقبني النهار وما طال، ما عرفش مين كيجيب هاد المعلومات. المهم عام كله وانا في تواصل معاه. من بعد واحد النهار غيقول لي بلي ضروري بغيت يتلاقى بيا، وسبحان الله وقت ما كنت كنحاول انني نتلاقى به ضروري كتوقع شي حاجه اللي كتعكس هاد اللقاء. تيقوني اذا قلت لكم علما انني عمرني ما تلاقيت بشي واحد اولا كانت عندي شي علاقه سابقه. كنخاف من بو خويا بزاف. واحد النهار امي وبا غيمشيو للعروبيه وغنبقى مع خواتاتي البنات، مع هذيك السبعه ديال العشيه غادي نقول واحد اختي بلي غادي نمشي ندوز عند صاحبتي نجيب من عندها شي دروس. قالت لي سيري. المهم غنمشي عند البنت غندق غادي تخرج عندي ما وغتقول لي بلي راهي ما كايناش، وانا راجعه في حالي كيعيط لي فلان وتيقول لي عاد كنتي عند صاحبتك فلانه، وانا عمرني ما عاودت ليه عليها ولا حتى قلت ليه شنو سميتها. شويه غادي يقول لي دوري في هاد الجهه وغادي تلاقيني في البلاصه الفلانيه، وديك البلاصه كانت حدا حومتنا. المهم قلت ليه واخ، وصراحة بيني وبينكم هذا كان أو لا غيكون أكبر غلط درته وبداية المعاناة ديالي. المهم تلاقينا وبقينا كندورو من حومة لحومة وحنا كنجمعو، والله العظيم تيقوني أني كنت محتارمة نفسي، وراكم فاهمين ما حاولتش نتصرف بشي طريقة اللي تخدش من الحياة ديالي. المهم واحد شوية غادي نقول ليه بلي خصني ضروري نمشي للدار حيتاش تعطلت، وأنا خارجة معاه من واحد الدرب ما غنتلاقى غير مع خويا فوق الموتور ديالو. ديك الشوفة اللي شفتو فيها تخلعت وقلت غادي يهبط من الموتور ديالو وغادي يهجم عليا في وسط الزنقه وغيبدا يعايرني بكلام حشومه اخي يقولو لختو، كلام حتى وحده ما تقدر تقبله. كتقول حاشا ولله داكشي اللي سمعت ديك اللحظه يكون من اخ مسلم او لا من شخص مشاركه معاه الدم ونفس الوالدين. المهم هذاك الانسان الاخر هرب، انا جايبني خويا بالضرب من هذيك الحومه حتى للدار، كيشتف عليا وكيهزر لي حتى الفوق وكيضربني، وفين ما جات الضربه جاو الناس كيفكوني منه، وانا هربت دخلت للدار وهو يتبعني. تخيلوا معايا شنو دار، غادي يهز واحد الجنويه وغادي ينقز من الطبله وغادي يحطها لي على عنقي.
وسبحان الله سبحان الله للقدرة الإلهية، غير بدي يحاول يدوز الموس على عنقي والو الموس غادي يحفى، وأنا في ديك اللحظة غير كنشهد. نورا كتبكي حتى دموعها بلوكاوا، كتقول لي غيجي واحد الجار هو اللي غيفكني منه، وانا هربت حفيانه للزنقه. ديك الساعه غنتلاقى بشي ناس جيراننا، غادي يبداو يسولوني مالكي، غنقول لهم شنو واقع. غيمشيو عندو الجيران وغادي يقولوا لي على اساس انك تمشي معنا عندها وتجلس تسمع شنو كاين هو الاول. ما بغاش كيقول لهم لا ما غاديش نتصنت ليها، هي فاعله وتاركه الى اخره. وتخيلوا شنو غادي يقول لهم، تخيلوا خويا هذا زعما من لحمي ودمي، قال لهم لقيتها في الظلام معاه في واحد الصوره غير لائقه ومحيده الحجاب ديالها. نوره كتقسم ليا بالله بلي هادشي كله كذوب، وبلي كان بينها وبين هاد فلان شي زوج ديال المترو غير باش تفادى الكلام ديال الناس، ولكن شاء القدر ان هادشي اللي غادي يطيح فيه. قال لهم والو ما تدخلش عندي هاد الليله، وما سمعاش لدرجه انه الجيران كيبوسوا ليه راسه، وحتى انا نطبست ليه راسه وهو يضربني برجليه. قال لي انتي حتيات المجتمع وا 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 وا، وانا اصلا من نهار تزاديتي ما كنحملكش، فيك غير الغوات والمشاكل، انتي غير عار على عائلتنا، انتي بنت هادي وانتي هادي وهادي وهادي، ما خلى شرف ما خلى حتى شي حاجه. المهم غادي يجي واحد الراجل اختي اللي هو بمثابه الاب ديالنا، مره كيدور معنا ولا كيقضي لينا شي حاجه محتاجينها، حتى هو غادي يجي وغادي يكمل على داكشي اللي دار لي خويا. كيضربني كيسبني حشاكم دفل عليا، تيقول لي نوضي بوسي راس خوك. وفعلا مشيت عاوتاني نبوس هاد راس خويا اللي عامر بافكار سوداء، وتنقول ليه العار خويا انا مني الغلط، ومعترفه بلي انه ما كانش عليا نتلاقى به، العار والميمه اللي مشاركين والو. كيضربني برجليه وكيبعدني وقال لي انا مبري منك دنيا واخره، ما انت يا اختي ما انا خوك. غادي يهزني من جلابتي وغادي يخرجني للزنقه ويرمي لي حوايجي. قال لي سيري في حالك سيري في حالك وما نشوفكش هنا حتى وكان نهار يجيو الوالدين. غادي نمشي عند اختي للدار، تخيلوا معايا غادي يجري عليا راجلها وقال لي ما تباتيش عندنا حيتاش عام الله شنو دايره في الزنقه. تنحفلو وتنقول له والله ما دايره شي حاجه، والله يا فلان ما دايره شي حاجه. قال لي والو، وهو يقول لاختي اذا جاب الله حاولتي انك تدخليها غتخرجي انت وياها لبرا. كنقول لها فلانه انا اختك غنبات في الزنقه. نوره كتبكي وكتعاود ليا كتقول، كنقول لها غير سمعي ليا، وهي كتقول ليا سمحي ليا راه الا خرجني ما عنديش فين نبات وانا عندي غير وليدات. كنقول لها عافاك اختي سمعي ليا فين غادي نبات، وهي تقول لي سيري عند فلانه زعما على اختي الاخرى. مشيت لعندها نبات وانا كنسمع الهضره من عند راجلها، لا غد ليه غادي نهز الشويكيش ديالي والشكاره اللي فيها الكتوبه ديالي، واخا هكاك مشيت نقرا تنقول غنشد هذاك الدبلوم باش ما كان. مشيت وعقلي ما كاينش مرفوعه لواحد الدرجه ما يمكنش تخيلوها، وحالتي حاله وجهي كله زرق. تيقول لي استاذ مالكي، كنقول لي ما ماليش، وانا نطلب منه باش نخرج. خرجت وبقيت جالسه في الزنقه كنبكي كنبكي وكنقول يا ربي لو كان غير ديتي ليا روحي. حسيت بلي بحال ما معياش امي شويه، هي كتعيط ليا امي. كنقول لها بلي راه كلشي بخير، كتقول لي دوزي لي اختك التويميه، كنقول لها لا راه في المدرسه. المهم كل لا فين كنت كنبات، حيتاش ما يمكنش نبات عند خواتاتي ورجالتهم كيسمعوني الهضره. مره نبات عند شي بنت، مره في قهوه، مره في المحطه، لدرجه واحد النهار مشيت عند واحد السيد الفران كنطلبو باش نبات عنده في الفران. قال لي واش ما عندكمش داركم، وزدت كنبكي تنبكي تنبكي. المهم نعست في هذاك الفران وانا كنت شوى غير بوحدي وربي اللي كان عالم بيا. لغد ليه فقط وانا عاوتاني هز الهم فين غادي نبات هاد الليله يا ربي. مشيت لواحد السناك كنطلب واحد السيد، انا مزوقه فيك عافاك انا خصني ليك الماعن وخليني نبات عندك هاد الليله هنا وبلا ما تخلصني. فعلا هذاك النهار غدوز عليا واحد التماره في هذاك السناك عمرني ما نساه، ولكن المهم قلت ماشي مشكل فوجه فين تخبى هاد الليله. شويه غادي تعيط ليا صاحبتي وغتسولني فين انا كاينه، قالت لي راه اختي بغات لي يدير لها الميناج، واش ديري ليها انت ودور معاك اللهم فيك. قلت لها صافي ماشي مشكل، غادي نمشي عند اختها غادي ندير لها الميناج غادي تعطيني 500 درهم. تخيلوا بقيت كنشوف هذيك الفلوس وانا محتاجه، وفي نفس الوقت تنفكر في اختي التويميه اللي ما عندهاش فلوس طوبيس واللي بغيت غير نحط عليها الراس ونبكي نبكي نبكي نبكي، ولكن شاء القدر باش اننا نتفارقوا بهذه الطريقه. المهم غادي نعيط ليها قلت لها واش ممكن تجي عندي لهاد البلاصه، كتقول لي لا ما نقدرش انا نجي. كنقول لها العار اجي بغيت غير نشوفك عافاك غير شوفها، وهي تقول لي صافي واخ اجي عندي لافاك. المهم مشيت بالتخبيه حيتاش خويا ديما كان كيتبعها باش يشوف ياك ما كتلاقى به، عطيتها هذيك 500 درهم وقلت ليها ها كيقضي بها حتى يحن الله، وتحنيت على رجليها وبديت كنبوسهم ليها وكنقول لها سمحي لي سمحي لي حيتاش جبت لك الصداع.
كتقول يا نورا ما كاينش اللي ما بكاش داك النهار في ديك لافاك، حيتاش كان صعيب عليا نتفارق على تويميه ديالي، ما عرفتش كيفاش عايشه مع خويا، واش كيضربها ما عرفتش. المهم بقيت في هذيك الحاله كل ليله. المهم هو انني كنت كنجيب الفلوس بالحلال. واحد النهار غادي تعيط لي امي، غادي تقول لي فين كان راه في الدار. نورا غادي تهز حوايجها وتمشي، مرحبا امي تحشناك، المهم تلنا بحال ما وقع حتى شي حاجه. من بعد غادي تسولني مالي في وجهي حيتاش كان باقي فيها الاثار تاع الضريب. قلت لها امي راه غير كنت غاديه في الموتور انا وصاحبتي وتقلب بينا. امي ما عقت بوالو. من بعد دازت شي ايام غادي عيط لي هذاك السيد وغادي يقول لي بلي انا غادي نجي نخطبك، خدا النمره ديال با ودار معاه باش انه من هنا 4 ايام، وقال لي با مرحبا بك. خويا غيسول با شكون هذا، قال ليه ما عرفتش. وانا شداني الخلعه، كيفاش هذا اللي غيجي يخطب غيتواجه مع خويا، شنو غادي تكون ردة الفعل ديالو؟ قال لي با ما بغيتش نعطيها حيتاش باقا صغيره، ويقول لي خويا اعطيها، وزاد واحد الكلمه واحده اخرى. غيدور فيه با وغادي يقول لي علاش كتقول عليها بحال هكا. قال لي خويا ابا راه البنات كيجيبوا غير العار على العائله، اللهم خليها تزوج. المهم غادي تدوز 4 ايام بالحساب، ما غاديش يجيها تخينه. 5 ايام والو، 10 ايام والو، 2 سيمانات والو. قال لي با والو غادي تقولي لي هذا السيد فين عرفتيه ولا والو ما غاديش يعجبك الحال. انا كنعيط للسيد وهو كيقطع عليا ما يمكنش. قلت ليه والله يا با والله يا با ما كنعرفو راه بحالي بحالك، حتى مرتي ما عرفش منين جابها. قال لي صافي ماشي مشكل ماشي مشكل ما كتبش. من بعد غادي تدوز شي شهر وغادي يدوي ليا هاد خينه. قلت لي فين كنتي حشمتيني مع دارنا؟ قال لي راه وقعت ليا واحد الكسيده وراني مهرس من رجليا. قلت لي فينك دابا؟ قال لي انا كاين دابا في هاد المدينه. قلت لي صافي حتى تبرى. غادي يقول لي راه خاصني 300 درهم باش نشري الدواء وانا ما عندي والو، وبدا كيتشكى. قلت لي راه ما عنديش، وعرفتني بلي راه حتى انا غير كنقرا. قال لي عافاك غير شوفي كيفاش ديري. قلت لي واخا. المهم مشيت دبرت عليها وصفتها ليه. من بعد كتقول اقسم بالله دازت يومين بالضبط غايقول لي خاصني 50000 ريال. وهيلي قلت ليه علاش؟ قال لي غادي خصني ندير واحد العمليه على رجلي حيتاش خصني ندير الحديد. وكيبكي يبكي يبكي. قولي هذا الانسان فعلا صادق، وفهمتوني شنو بغيت نقول. انا على نيتي مشيت عند واحد الحطار، حدا الدار كنتعاملوا معاه، قلت ليه عافاك راه عمي بغى يدير واحد العمليه وحنا خاصنا الفلوس، وعافاك ما تقولهاش لدارنا حيت ما عرفونيش واش غادي نتسلفهم. قال لي ماشي مشكله نورا، نتوما بنات الناس وداركم معروفه غادي نعطيك. المهم عطاها ليا وصيفطها لي ماشي صاحبي. كل يومين تعيط لي باش يقول لي خاص خاص خاص، وانا كنصيفط. يمكن غادي تعجبوا ولكن كونوا معايا في الصوره، ها كيفاش كنت نفكر. كنت نقول بلي راه ماشي مشكل حيتاش اذا وقفت معاه في هذا الوقت ما غنتسماش فعلا بلي انا ديك المراه اللي يقدر يعول عليها زعما الانسان ديال الزمان. كنت فريمون على نيتي. واحد النهار غادي يعيط لي باش يقول لي خاصها 6000 ريال، كنقول لي بلي والو راه ما عنديش. المهم غادي يبدا يلح وغادي ياكل لي دماغي مزيان. في الاخير جات حتى عييت. تخيلوا غادي يبانوا لي واحد الحويلقات ديال امي بالروسو ديالهم، وغادي نمشي نهزهم ونبيعهم ونصيفط لي فلوس. المهم ديك الغمه اللي فيا غنبدا نعاود لصاحبتي كلشي وبالتفاصيل، وهي تقول لي بلي راه جات عندي اختك الكبيره ولقات عندك شي كتاب عامر بالحسابات. شويه وهي تسولني صاحبتي ديال اش هاد الحسابات. قلت ليها فلانه ها شنو كاين وها شنو كاين. نضت هاد صاحبتي قالت لخوها وهو يقولها لخويا، وخويا غادي يقولها لبا، وهنا غنقول بسم الله المعاناة الكبيرة. واحد النهار غادي يجي عندي با وغادي يقول لي نورا اجي عندي ندوي معاك. منين عيط ليا بهذيك الطريقة صافي عرفت بلي السر ديالي تفشى. غادي نقول لي نعم با، غايقول لي كتعرفي فلان. قلت ليه شكون فلان؟ قال لي بلا ما ديري راسك ما عارفاش، السيد اللي كان جاي باغي يخطبك. قلت ليه اه كنعرفو. قال لي علاش كذبتي عليا؟ هز يدي حتى الفوق وعطاني. عمر با ما ضربني، ولكن انا في خاطري كنت نقول نستاهل، انا اللي كذبت عليه نستاهل. قال لي مشيتي كتعطيه الفلوس يا الفاعله يا التاركه يا الحمقه، وانت ما عندك عقل، نيت زاديتي وانا اللور اللور، وشوفي اختك كتقرا مزيان وانت والو هذا وانت باغا تطيري. ويتلا بواحد الجمله كون نهار فاش تزاديتي كون غير خلاوني نرميك. انا غير تنبكي تنبكي تنبكي، هو شي يقول لي بكي يا الحمقه بكي، بغيتك تبكي على ايام كلها. هما كتقول لي اختي صافي يا با صافي الله يخليك، تيقولها خليني مني ليها، وكيهز يدي حتى الفوق وكيعطيني. هو يقول لي وريني دابا الدار ديال هذاك خينا فين ساكن. تنقول ليه والله يا با ما عارفه فين يسكن. هو يقول لي الله طلعي الفوق. طلعني لواحد البيت وسد عليا وقال لي والله ما تخرجي من تما. خويا ما بقيتش فيه غير غادي وكيزيد ليه وكيعمروا عليا، حتى ولا با كيشك في شرفي. بديت كنحلف ليه بلي راه ما كاين والو، هو يقول لخواتاتي والو غادي تديوها دابا للسبيطار. المهم راكم تبارك الله فاهمين، غادي يديوني غادي تخرج عندهم الطبيبه وغادي تقول لهم بلي اختكم راه شريفه عفيفه. با
ما تصرفاتش لي ديك الكلام وما تيقش طبيبة وما تيقنيش وتيعيرني بلي أنني مرمت لي وجهه في الأرض وقال لي بلي غادي نقتلك قبل ما تقتلي سمعتي قدام الناس إلى ما آخره. المهم أنا غير ساكتة. هذا النهار بالضبط غادي نقول بسم الله في عالم ديال الحماق. غادي ندخل في كآبة عميقة. ما بقيش كنمشي للتكوين وبقوة ما تيقول لي بابا بلي الحمقة ولو فعلا كيبانوا عليا الافعال ديال الحمق. وليت نهضر بوحدي واذا شي حد غير داز من حدايا كنطلع يدي خايفه بقوه الضرب اللي خديته من عند با وخويا وراجل اختي. ما بقيتش نصلي، ما بقيتش نصوم، ما بقيتش ندير لي جيان ديالي. وليت معفونه لواحد الدرجه انه ريحتي ما تقدرش تستحملها. وليت ما بقيتش كنحس براسي مزيانه في البيت، بغيت غير نبقى بوحدي ومعزوله. فكان المكان الوحيد ديالي هو المرحاض أعزكم الله. كنسد عليا وكنجلس نبقى نبكي. امي مسكينه كتبعني وتطلبني وتقول لي الله يرضي عليك خرجي. كنقول لها خليني امي ونخرج من المرحاض ونبوس لها رجليها ونقول لها عافاك امي، اذا بغيتي بنتك تبقى على راحتها وما تموتش خليني هنا، جيبي لي الماكله، جيبي لي كل شيء، انا راه مرتاحه في هذه البلاصه. با كيسول عليا تيقول لهم فين هي ديك الحمقه، تتقول لي امي راه سد عليها في الطواليت. تيقول لي تخيلوا هذاك هو مقامها داكشي اللي لاق بها. واحد النهار غيدق عليا وغيقول لي خرجي ندوي معاك. الله فرحت، يصحاب لي غيعفو عليا ويسمح لي، ولكن للاسف لا. خرجت عنده قال لي هزي عيني ندوي معاك الحمقه. هزيت عينيا قال لي شتي هاد التويميه ديالك، الا شفتك كدوي معاها نقطع عليك لسانك، ولا دزتي من الطريق مناش دايزه غنقطع عليك رجليك. انا ما بغيتكش تفسدي لها اخلاقها. انا ما عندي ما نقول، تنقول لي غير كلامك هو الكبير ابا، كلامك هو الكبير ابا. دخلت عاوتاني وجلست تنبكي تنبكي وتنبكي وتنقول غير يا ربي. واحد النهار با غادي يطلع لبيتو وغادي ينعس وغادي يدق عليا اختي التويميه. قلت لي واش انا راه خاصك شي حاجه؟ قلت لها توحشتك عافاك، بغيت غير نخرج نشم فيك ريحتي، نتفكر بعدا غير راسي. وهي تقول لي خرجي دغيا راه با ناعس. خرجت وبقيت كنعنق فيها. قلت لها عافاك خرجيني على برا نشوف الدنيا كي دايره. هذيك اللحظه با شافنا من الفوق وهو ينزل تيجري وقال لي تفرقي من هذيك الحمقه ولا اليوم غادي نذبحك، اعطيها تي ساعه راه قلت لك غادي تفسدي لها اخلاقها. المهم صاف عاوتاني غادي ندخل للطواليت وحطيت يدي على الحيط وزدت نبكي تنبكي تنبكي وانا نشعل الروبيني غير باش ما تسمعنيش اختي كنبكي بهذيك الهستيريا حيت ما كنبغيهاش تتاذى. المهم واحد النهار جالسه في الطواليت حتى كنسمع الدقان، حلات امي قال لي شي واحد واش دار نورا؟ قالت لي اه. قال لها فينا هي؟ قالت لي ما كنعرفش نهضر بالعربيه. قال لها كلمه هي مول الدار غادي يخرج عنده با. قال لي انا الاستاذ ديال نورا وهو يدخل با ويجلسوا الاستاذ ديالي غادي يسولوا عليا غادي يقول لي لا راه ما كايناش خرجت. قال لي جيت نسول فيها حيت شحال هذه ما بانش ليا في المدرسه. المهم الاستاذ كنعرف على طريق واحد صاحبتي عاودت لي اختي الواقعه كلها ومشات طلبت الاستاذ قالت لي خرجها من ديك الدار باي طريق وجيبها لعندي. المهم حاول باش يقنع با بجميع الطرق. با غادي يخسر عليا جمله تمشي تموت ما بغيتها. الاستاذ غادي يدق عليا ويطلبني باش نخرج يدوي معايا. قلت ليه استاذ راه كيضربوني ما نقدرش وكنبكي بحال شي بيبي. الاستاذ ديالي تيقول لي انا مامنك غير خرجي ندوي معاك. المهم كي خرجت بانت لي اختي ترميت عليها وكنبكي كنبكي وكنحس كانها اخر مره غادي نشوفها فيها في الدنيا. ترميت على امي وكنقول لها العار سمحي لي وهي مسكينه كتقول لي سمحي لي انت حيت ما نقدرش ندير لك حتى حاجه. المهم مشيت جمعت حوايجي دوجت وداني الاستاذ عند صاحبتي اللي داروا فيا خير كبير عمرني ما نساه. امها كتهلا فيا مزيان كتوكلني كتشربني كتشري لي الحوايج المهم ما خصني حتى شي خير معاهم وعمرني ما سمعت منها كلمه اوف ولا حتى شي كلمه ديال العيب. المهم انا رجعت لقرايتي واخا بعدت على دارنا فكل ليله كانت كضربني الفيقه بالليل وكنحس بالخنق وكنغوت ونعيط على اختي التويميه. كتجي صاحبتي تعنقني وتواسيني وتقول لي انا اختك انا عائلتك. المهم كتبردني واخا هكاك الداخل ديالي ما باردش. انا كنحس براسي غادي نفجر. واحد المره غادي نمشي عند الاستاذ ونطلبه باش انه يشوف كيفاش يدير يجيب لي اختي نشوفها. هز طوموبيلته وداني لقاع الدار حلو الباب وبديت كنغوت كنعيط عليها فلانه فلانه وهي كتشير ليا من الفوق بلي زعما سكتي راه با كاين. الاستاذ قال لها ماشي مشكل انا معاها غادي تجي عندي وغادي تقول لي سمحي لي راه خويا مراقب تليفوني وكيتبعني لافاك مبغانيش نشوفك. المهم ليام كدوز شديت ديبلوم المتوسط بديت كنقلب على الخدمه والو ما لقيتش.
بديت كنحس براسي كانت قلع على صاحبتي، واخا هكاك ما غتخلينيش باش انا نمشي ندبر على فين نعيش ولا نخدم. المهم في بدايه 2017 با غادي يعيط ليا ويقول لي المسامح كريم وهذا وهذا وانا غلطت في حقك وسمحي ليا. المهم ديك الهضره كامله انا خفت نرجع، حيتاش باقي فيا الخوف، تنقول دابا يشدني دابا يذبحني دابا يضربوني. المهم طلبت ماما صاحبتي باش انا تمشي معايا، كتقول لي ما تمشيش للتهلكه، كانت رافضه وكتقول لي واش نسيتي شنو داروا فيك، كنقول لها بلي راه كبدتي تما، راه امي واختي كاينين تما. المهم مشات معايا وقالت لهم والله والله تقطع لي خبرها نهار واحد ما غادي نعرفكم الا نتوما، وقالت لهم دابا غادي نديها دير محضر على خوها، اذا وقعت لها شي حاجه خوها هو السبب. وهي تقول لي نوضي الله معايا، وانا كنشوف امي مسكينه كتبكي ما بغاش تخسرني ولا تخسر حتى ولدها. ماما صاحبتي كتقول لي الا ما مشيتيش ما غاديش تبقاي تعرفيني وداري ما غاديش نبقى نحلها لك. فعلا مشيت درت المحضر عند البوليس. المهم وخرجت للدار ما رجعتش الامور كيف ما كانت، بقيت ديما كنسمع ديك كلمه الحمقى، باقي كنسمع شتى انواع السب من عند خويا. با تهدنا واحد شويه وكيحاول يرجع العلاقه كيف كانت، ولكن باقي داكشي هو هو. من بعد هذيك البنت صاحبتي اللي كنت عايشه معاها قالت لي راه شفت واحد الاعلان فيسبوك واش تبغي تمشي لواحد الدوله عربيه. قلت لها لا ما نقدرش نخلي امي واختي. قالت لي راه كاينه واحد الخدمه فواحد لاجونس ديال السياحه اللي متكلفه بالدول العربيه. قلت لها صافي واخ، وحيتاش ما عنديش صولد المهم السيد هو اللي غادي يدوي ليا وغادي يقول ليا واش فلانه. قلت لي اييه. قال لي واش انت غاسي باش انك تخدمي؟ قلت لي هي. قال لي اجي عندي البلاصه الفلانيه. فعلا مشيت خدمت، والصدفه غادي تلاقيني بواحد السيد من سلطنه عمان، غادي يمشي عند المدير ديالي وغادي يقول ليه واش تبغي تمشي معايا نخطبها من دارهم، بحكم انا ما عنديش امي وما عنديش با، انت اللي تمشي تخطبها ليا. المهم جا عندي المدير هضر معايا، قلت لي بلي انا بغيت غير نخرج من دارنا باي طريقه وماشي مشكل وانا راضيه. قال لي ولكن هذا السيد راه عنده شروط. سولتو عليهم قال لي غيجلسك هنايا زعما في المغرب، ما غاديش يشري لك دار وما غاديش يصرف على داركم وغيديري النقاب وما تولديش معاه. المهم داكشي كثير. تخيلوا اشنو قلت ليه؟ قلت ليه ما عنديش مشكل انا قابله. المهم المدير ديالي غادي يلاقيني مره اخرى مع هاد العماني وغادي يقول لي كيفاش انتي غادي توافقي عليا وانتي ما عارفانيش ووافقتي على شروط صعيبه. قلت ليه بلي انا بغيت غير نخرج من الدار باي وسيله باي طريقه. بقيت عاقله على جمله واحده قالها ليا واضح جدا. المهم غادي يجي لدارنا غادي يخطبني ويقول لي با بلي انا ما بغيتش المهر غير خذها. يقول لي واش كاين شي حد ما كيطلبش المهر؟ راه غادي تعطيني كنز من الكنوز اللي عندك في الدار. قال لي با غير ديها. المهم دازت ليام وغادي يقول لي داك العماني بلي غادي خصو شي تصريح ديال الزواج وما بغاش يعطوه ليه في بلادو، غادي ينزل لواحد المدينه في المغرب وغادي يشوف واش غادي يقدروا يعطوه ليه. المهم قال لي نمشي معاه. ديك النهار غادي تعطل ورقه وغادي نضطر باش اننا نباتوا في واحد الفندق، وداك الفندق غادي يطلبوا مني تصريح من عند با. فاش دويت لبا قلت ليه بلي اشنو كاين، فما خاسمش عليا وما دار حتى شي رياكسيون، ما قال والو على زعما باش نكون زعما مع هاد العماني ومازال ما درنا لا عقد لا والو. المهم من هذاك النهار الى يومنا هذا 2021 نورا كتقول عمرها ما عرفات الخبر نتاع هاد العماني، ما شافته ما عرفات عليه شي حاجه. المهم با ما مسوقش وغير كيعير عاوتاني من جديد وصف. نورا كتقول وليت كنشوف راسي ما بقيتش صالحه للزواج لانه صعيب نقنع شي شخص بالقصه ديالي. من بعد غادي نرجع لصلاتي ونرجع للصوم كل اثنين وخميس لعل وعسى انه مولانا يغفر ليا. بديت كنخرج من جو الكآبه بشويه بشويه ومن جو ديال الحماق، وليت كنشيخ لراسي باي حاجه غير باش ما نبقاش نبكي. واحد النهار غادي تعيط لي نفس البنت وغادي تقول لي واش غادي تبغي تمشي تقراي في واحد المدرسه راه كيصيفطوا لدولات الخليج. قلت لها شحال؟ قالت لي 24000 ريال، وانا عارفه بلي با والله ما يحط عليا ريال. قلت لها شنو كاين؟ قالت لي راه كاين واحد الحل. قلت لها شنو هو؟ قالت لي راه كاين واحد السيد غادي يديك لواحد الدوله خليجيه، المهم بدون ذكر اسماء ما كيهموناش، وانا نقول لها بلي راه ما عنديش فلوس. قالت لي لا راه غادي ندوي لك معاه وسيري. قلت لها صافي واخ. قلتها لامي، امي غتبوس لي راسو وغتقول لي العار غير سيري غير سيري، ما بغيتش نشوف خوك حتى يذبحك. وانا ساكته وانا عارفه بلي انه عندي اثم كبير في حقك، غير سمحي لي. غادي نحيد واحد السلسله من عنقي وشي حلقات وغادي نعطيهم لختي التويميه ونقول لها كيفاش تفكريني. المهم طلعنا الباسبور وجا السيد من ديك الدوله وداني، فاذا به غادي نلقى راسي في مكان ديال الدعاره.
غادي يحيد لي الباسبور. كنرغبوا بالبكاء، عافاك انا راه ماشي ديال هادشي. يعني البنت اللي حماتني من داري وجابتني لدارهم هي نفسها اللي لاحتني لهاد العافيه. تقلبات عليا قال لي انا راه قلت لفلانه واش عندك شي بنت لهادشي، قالت لي اه راه كاين. ديك الساعه غادي نصيفط لها وغادي نقول لها فلانه واش انا ديال هادشي، غتقول لي نورا نسين مرتي صافي سيري دبري على راسك، المهم خرجتك من حدا خوتك. كان بكي وتنقولها العار العار انا قابله ان خوتي يضربوني، بغيت غير نرجع ما قدرتش انا على هادشي. عييت ما نطلب حتى فهداك السيد، كان بوس لي رجلي يقول لي والو انا ما فرقش معاك. المهم غادي يزوقوني ويقادوني ويحطوني في واحد الملهلايلي، غادي نتلاقى بواحد السيد من دوله عربيه وحده اخرى. قال لي انت جديده، وزدت كان بكي كان بكي كان بكي. قال لي لا ما تبكيش، قال لي راه كاين واحد الباب خارجي تما، ديري راسك بحال غاديه حاجهكم الطواليت وسيري تسنيني انا جاي لعندك. فعلا خرجت كنتسنى تما، هو يجي هو يقول لي عاودي لي شنو كاين. عاودت لي كلشي بالتفاصيل وبست لي يدي وكنطلبو عافاك عافاك خرجني من هادشي، راه انا ماشي ديال هادشي، وسلكني بحال الشعره من العجينه. هاد السيد غادي يدوي شي صاحبو خدام في البوليس، غادي يتفقوا معايا كانه الامور غاديه عادي، وغادي ياكدوا لي بلي انه غدا غادي يوقفوا هذا الشيء. فعلا لا غد ليه غادي يجيو البوليس وغادي يفكوني. من بعد غادي نخدم في لوطيل، كيفاش غادي نخدم في لوطيل؟ داك السيد اللي عتقني من هذا الامر غادي يديني للدارو عند المراه ديالو بيد ما دبر لي على خدمه اللي غادي يقادوا بليا بها فيزا وديك شيء كامل. المهم فعلا غادي نخدم في لوطيل، وكنصور طرف ديال الخبز، ولكن كان النعاس عندي شيء منعدم او لا شبه منعدم. كنبدا نوض بالليل ونغوت ونقول للبنات اللي في البيت معايا خويا راه جاي خويا غادي يذبحني، وهذه هي الكلمه اللي كنت نقول وكنعاود، وكنكون في خدامه في النهار حتى تنبدا كنضرب في راسي وكنبدا كنغوت. المهم شفت بلي ان القضيه غادي تاثر لي على خدمتي، مع الوقت بديت كنتقاتل باش انني نقوى، ولكن كل نهار كضعف شخصيتي، كل نهار كنشوف راسي صغيره وكنشوف راسي هذيك الحمقه اللي كانت تيقول لي بايا الحمقه. وزيد وزيد وزيد، دابا انا في عمري 29 عام ومازال لحد الان كنبكي في نعاسي وكنغوت، وفين ما سمعت سميت خويا لحمي كيتبرج عليا، لدرجه اذا شفت صاحبتي اللي معايا في السكن كيسولوا فيها خوتها الدراري كنزيد نبكي ونقول لها انا راني عمرني ما حسيت في حياتي، ولكن انا دابا راه كنحسدك على العلاقه اللي بينك وبين خوك، عافاك ما تبقيش تهضري معاهم قدامي. كتقول في 2021 مؤخرا با غادي يدوي ليا وغيطلب مني السماحه وغادي يجي لعندي وغادي يطلبني باش انا نمشي مع المغرب، ولكن كان جوابي بلي انه نفضل راسي انني نموت هنا ونتدفن هنا على انني نمشي لديك الدار. قلت ليه راك دمرتو ليا حياتي، زرعتي فيا الخوف انت وخويا، واحد الخوف اللي عمرك تصوره. وهذه هي كانت قصه نورا، قصه فعلا مؤلمه وعامره بالاحداث مور احداث وقساوه والم ما شاء الله. كتقول نورا انا كنوصي البنات انهم ما يديروش الثقه في الصحابات، هذه اول حاجه. ثاني حاجه اللي عندها شي هدف لازم انها تمشي في الطريق ديالو باش تحققه، لانه الخوف غادي يدمرها وما غاديش يخليها تخطو حتى شي خطوه. عافاكم كل وحده دابا كتسمع قصتي كنوصيها انها تكون قويه مهما كانت الظروف ديالها ومهما كانت الصعاب ديالها ومهما كان الحال، تخلي راسها قويه وايمانها بالله قوي، حيت انا في جميع ظروفي كنت كنلقى يد الله معايا في الخفاء. عافاكم اي وحده كتعاني ما تخليش شخصيتها تضعف كيف موقع ليا دابا انا في 29 سنه ومازال كنخاف حتى من ظلي، ومازال كنقول راه خويا مازال راه جاي غادي يقتلني، ومازال تنقول بلي انني راه فعلا حمقه كيف ما كان تيقول لي با. واخا كنحاول انني نعيش حياتي عاديه، ولكن داكشي اللي هزو قلبي تحت ما هزو. هذه هي الرساله ديال نورا انا وصلت عليكم اليوم، فعلا قصه للعبره صراحه، ما بقاش شي حاجه واحده اخرى غادي نزيدها، لانه نورا بكل بساطه قالت كل شيء. وانا بدوري حاجه واحده اللي غادي نزيدكم هو فضلا وليس امرا انكم تعطيوها طاقه ايجابيه لتحت في التعاليق، ما طلبتهاش مني ولكن كهديه لها ما كرهناش انكم تعطوها كلام جميل. واخيرا غادي نقول لكم شكرا جزيلا لانكم كتعطيو فرصه لهذا المحتوى باش انه يزيد يبان، شكرا لالتحاقكم بالقناه، شكرا حيت ولينا عائله واحده. نتلاقاو في حلقه مقبله، سلام سلام.